محطات كنضالية السابقة كنتي من الوالة اللي كياكلوا العصا، وانت دائما كنتي معروف انك في دائما دير واحد البانطا. انا كنقود ملي تكون تقود تنسيقية تقود واحد العدد ديال الناس، وانا اللي تنتم البيانات طبعا رفقتها اعضاء وعضوات المجلس الوطني الاخوان ديالنا. ما يمكنش الا كان شي قمع، انا اول واحد في السن تقمع، ما يمكنش انا اللي نصوغ البيان ونسطو برنامج نضالي وتخبع ونجيبوا الناس للرباط ويبدا القمع ونرجع انا اللون نخليهم ياكلوا العصا. هذه غير اخلاقيه. ولا كان شي اقتطاع من الاجر خاص تقتطع الاجر ديالي هو الاول، ولا كان شي توقيف الاجر خاص توقف الاجر ديالي هو الاول، ولا كان شي ممارسه زجريه خاص تكون انا الاول، لان انا اول من يتحمل المسؤوليه بالاساس. انت استاذ ديال التعليم الابتدائي ولكن حاصل على الدكتوراه في الجغرافيا الاقتصاديه، شحال الصالير ديالك استاذ؟ 5400 درهم من بعد 13 عام ديال العمل. تماما. اسمح لي نسولك واحد السؤال شخصي، انت متزوج؟ لا لا، هنا علامه استفهام. انا مش نفسي استاذه ماجده، انا مني وهذا ودير الاسقاط على الاف نساء ورجال التعليم اللي بحالي اللي عندهم الماستر والدكتوره وعندهم السلام 10 وتتقاضوا 5000 درهم كان ربما اقل. وهذا الشيء بالملا، يعني احنا عارفين ان قطاع التعليم من القطاعات اللي ما فيهاش لي بريم. بالتاكيد ما فيهاش 13 سالير، ما فيهاش التعويض على المناطق النائيه. كاين واحد التعويض شحال؟ داك لا زون ا زون بي 100 درهم 200 درهم. هذا هو 100 درهم 200 درهم. دابا واحد في الحسيمه عايز على واحد في الرباط 200 درهم، واش هذه زياده؟ او واحد في اصيلال، او واحد في ايميلشي، او واحد في السمارة او من قنائيه جدا، فاش غادي تكفي ديك 200 درهم؟ اذا كنظن انها قضايا كثيره تجمعات.